تحت عنوان مطالب بوضع حد للتسيب والفساد في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، عقد أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد مؤتمرا صحفيا مخصصا لأزمتي المياه والكهرباء في صيدا. وقد أكد سعد على أن قطع المياه عن مدينة صيدا سببه التسيب والفساد في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، مطالبا وزير الطاقة والمياه والتفتيش بوضع اليد على ملف المؤسسة لمعالجة أوضاعها بالسرعة القصوى. واعتبر سعد أن اللجوء إلى مضاعفة ساعات التقنين للتيار الكهربائي إلى درجة قطع التيار بشكل شبه كامل عن المدينة هو إجراء ظالم لا مبرر فعلي له، داعيا مؤسسة الكهرباء للعودة عن هذا الإجراء بسرعة. الإخوة الإعلاميون، أهلا وسهلا بكم. إن قطع المياه عن مدينة صيدا سببه الأساسي هو التسيب والفساد في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، ونحن نطالب وزير الطاقة والمياه والتفتيش بوضع اليد على ملف المؤسسة لمعالجة أوضاعها بالسرعة القصوى، كما أن اللجوء إلى مضاعفة ساعات التقنين للتيار الكهربائي إلى درجة قطع التيار بشكل شبه كامل عن المدينة هو إجراء ظالم لا مبرر فعلي له، وندعو مؤسسة الكهرباء للعودة عن هذا الإجراء بسرعة. الإخوة الإعلاميون، إن نزول النساء والرجال والشبان إلى الشوارع خلال الأيام الأخيرة احتجاجاً على قطع المياه والكهرباء هو تعبير عن السخط والغضب من الظلم اللاحق بهم من قبل مؤسستي المياه والكهرباء، كما هو تعبير عن الضيق البالغ من المعاناة الشديدة التي يعانون منها بسبب الظروف المعيشية والحياتية الخانقة والأوضاع العامة المتردية فيما يتصل بأزمة المياه المتكررة منذ سنوات. كنا نبادر عند كل قطع للمياه عن المدينة للقيام بالاتصالات اللازمة مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومع مؤسسة الكهرباء وسائر المعنيين بالمسألة، فيلجأ هؤلاء إلى إعادة المياه لكن بشكل مؤقت، ولا يلبث قطع المياه أن يعود مرة أخرى وبشكل متكرر. وقد تأكد لنا أن لا مبرر فعلي لانقطاع المياه عن صيدا، فموارد المياه متوفرة في آبار المؤسسة ومن نبع كفروة، ومحطات الضخ تملك المولدات اللازمة لضخ المياه خلال ساعات التقنين للتيار الكهربائي، إضافة إلى توافر الأموال لدى المؤسسة لشراء المحروقات لتشغيل المولدات، فجباية الاشتراكات في صيدا شبه كاملة. وقد تبين لنا في المقابل أن التسيب وسوء الإدارة المسيطرين على المؤسسة إضافة إلى انتشار الفساد هي العوامل الأساسية وراء القطع المتكرر للمياه عن المدينة. لذلك نحن نطالب وزير الطاقة والمياه كما نطالب هيئات التفتيش والرقابة بوضع اليد على ملف مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لمعالجة الخلل في أوضاعها بسرعة قصوى. زيادة على قطع المياه، جاء القطع شبه الكامل للتيار الكهربائي ليزيد الطين بلة وليضاعف معاناة الناس ويدفعهم للنزول إلى الشوارع. ومن المهم القول أن المبررات المنشورة حول أسباب وقف التغذية بالكهرباء من معمل الزهراني هي مبررات غير مقنعة بالمرة، ونحن إذ نقف إلى جانب الناس ونحمل معاناتهم فأننا نرفع الصوت معهم ونقول للحكومة والوزراء وسائر القيمين على مؤسسات الدولة: كفى، لقد طفح الكيل، ولم يعد المواطن قادرا على تحمل المزيد من الاستخفاف بحقوقه ولا المزيد من الظلم والاضطهاد، كما لم يعد يقبل بالسكوت عن استباحة مؤسسات الدولة من قبل رجال السلطة
ولا عن نهب أموال الشعب من قبل أركان الحكم وأزلامهم. وعلى هؤلاء جميعا أن يعلموا أن الغضب الشعبي على حافة الانفجار، فليتنازلوا ولو قليلا عن مصالحهم الأنانية الضيقة، وليضعوا حدا لصراعاتهم المدمرة على النفوذ والمراكز والمغانم، ولينهوا بسرعة مأساة الفراغ في موقع الرئاسة وسائر المواقع الدستورية والإدارية، وليلتفتوا إلى المهام الوطنية الأساسية، مهام تحصين لبنان في مواجهة الأخطار المصيرية، ومهام معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية والخدماتية المتفاقمة. وشكراً.